الأردن يفتح مراكز الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد العشرين. قانون انتخابي جديد وتوقع بعدم تحقيق تغيير في الخريطة السياسية وسط غضب عارم في الشوارع. دعي أكثر من 5 ملايين أردني إلى الإدلاء بأصواتهم اليوم الثلاثاء في انتخابات برلمانية لا يتوقع أن تنتهي بتغيير كبير في الخريطة السياسية، على الرغم من أنها تجري للمرة الأولى على أساس قانون انتخابي جديد زاد عدد مقاعد مجلس النواب من 130 إلى 138، وخصص 41 مقعدا منها للأحزاب في محاولة لإعطاء دفع للعمل السياسي. ووفق وكالة الأنباء الأردنية بترا، تجري الانتخابات التي يخوضها 1634 مترشحا ومترشحة للدوائر المحلية والعامة الحزبية تحت إشراف الهيئة المستقلة للانتخابات. نظام الدوائر الانتخابية قسم المملكة إلى 18 دائرة انتخابية محلية، يحصل المرشحون فيها على 97 مقعدا، فيما تتنافس القوائم المترشحة ضمن دائرة انتخابية عامة على مستوى المملكة على 41 مقعدا، ليصبح مجموع مقاعد البرلمان المقبل 138. وقد تكفلت الهيئة المستقلة للانتخابات بالإشراف على الانتخابات وإدارتها في جميع مراحلها، في حين يقتصر دور السلطة التنفيذية على تقديم الدعم اللوجستي والأمني لضمان سير العملية الانتخابية. وستغلق صناديق الاقتراع عند تمام الساعة 7 مساء دون أي تمديد، وفقا لقانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022، على أن يتم بدء الفرز فور إغلاق الصناديق، فيما يتم إعلان النتائج خلال 48 ساعة بعد إغلاق الصناديق. وسيتنافس على مقاعد الأحزاب 36 حزبا يغلب على أغلبها الطابع الوسطي القريب من توجهات الحكومة. كما يشارك في الانتخابات حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين وأبرز أحزاب المعارضة في البلاد، ومرشحون يمثلون العشائر الأردنية الكبرى، ومستقلون ويساريون وعسكريون متقاعدون، بالإضافة إلى عدد كبير من رجال الأعمال. لم تحظى الحملات الانتخابية باهتمام كبير بين الأردنيين، وذلك بسبب الغضب جراء استمرار الحرب في قطاع غزة التي دخلت السبت شهرها 12، ولعل إقدام أردني الأحد على قتل 3 حراس إسرائيليين عند معبر الليمبي جسر الملك حسين بين الضفة الغربية والأردن في عملية نادرة الحدوث يشكل مؤشرا على ما يسود الرأي العام الأردني. فمنذ اندلاع معركة طوفان الأقصى التي دخلت شهرها 12، يشهد الأردن بعض التظاهرات التي تدعو إلى إلغاء معاهدة السلام الموقعة بين الأردن وإسرائيل عام 1994، في ظل مشاهد الإبادة والقتل والصمت العالمي الذي يقف حيال إنهاء الحرب.